بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. موجودين دلوقتي يا جماعة في السوق أنا بتاريخ 21/3 بالصلاة على النبي. عرفتم الأسعار. ارفعوا من اللحم وداخلين على الميزان بالصلاة على النبي. طبعا المعلم عبد الله. الصلاة على النبي. السوق بنها العمومي. صلاة على المعلم عبد. اللهم صل على النبي. عامل كام يا معلم ده؟ ميزان. ها؟ وزن قد كام؟ طلع كام؟ هو 480 كيلو. 480 كيلو؟ السعر القايم عامل كام فيه؟ 66 جنيه. نزل؟ سعر في النازل. في النازل، اللحم في النازل، اللهم صل على النبي. ها يا جماعة بالصلاة على النبي زي ما شايفين ها؟ بالصلاة على النبي، السعر في النازل ب 66 جنيه. اللهم صل على النبي. أيوة يا عمدة. السلام عليكم. كيلو إن شاء الله. كيلو نرجيش ذكر بالصلاة على النبي 289 اجري ورا الراجل 289 اجري ورا الراجل. السعر القايم فيه عامل كام؟ السعر القايم عامل كام النهارده فيه؟ لا الباقي هو يا معلم كده انما ما فيش خليل طب الباري عامل كام؟ الباري السعر هذا بقول له 66 يا ريس 66 كمان كل اسبوع تطلع على النت وتعمل شغل يا ريس يا عم جيد تصور قناه اصل الريف المصري على اليوتيوب وعلى الواتش. اللهم صل على النبي وحشه بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي بحر لحم بالصلاة على النبي. 400 الوزن 455 بالصلاة على النبي. السعر القايم عامل كام فيه يا معلم؟ 60 انا مدربه هو السعر النهارده ب 60؟ لا ب 56 ب 56 القايم النهارده فيه في الذكر ده بالصلاة على النبي. اسعار حقيقية يا جماعة الميزان اه شغالة ميزان محكمة السوق. تعال يا بنحاول نجيب لكم الاسعار الحقيقيه. ازيك يا معلم؟ خلاص يا حبيبي انتوا عايز تمشي. اللهم صل على النبي. اصبر يا ابني. ميزان كام؟ 422. اللهم صل على النبي. ده كهرباء الصلاة على النبي 422 الوزن يا جماعه بالصلاة على النبي. الان في عامل كام ده؟ ده عامل 67 جنيه. 67 جنيه الكيلو القايم. اه ومعانا برضه اه عجل بيتوزن برضه اه. اللهم صل على النبي برضه. كم يا معلم؟ 400 الميزان 400 الان في كام النهارده؟ ب 67 ريح عن السوق اللي فات كان السوق اللي فات ب 68. اللهم صل على النبي شكل العجله بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. انت بتدخل في اليوتيوب ولا ايه؟ 400 كيلو 600 لحم 70 جنيه النهارده او 70 بالصلاة على النبي. ها؟ ولي ذكر بالصلاة على النبي يا جماعة. على اليوتيوب عشان الغلا. يا الأسعار مش هريح شوية كده عن كده؟ إيه؟ الأسعار مش هريح شوية. لا هو مريح النهاردة. مريح النهاردة جنيه ولا 2 جنيه؟ جنيه ولا 2 جنيه؟ لا جنيه ولا 2 جنيه؟ 3 جنيه. 3 جنيه. كان ب 70 جنيه. 70 ده السوق اللي فات ده. السوق اللي فات 70 70 السوق رايح النهاردة شوية. اللهم صل على النبي. ربعمية سبعة وثلاثين الميزان. اللهم صل على النبي. يا جماعة عشان ما حدش يضحك عليكم في الأوزان شوف الأكل عامل ازاي وزنه دي وزنه بالصلاة على النبي بلدي بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ودي برضه نفس الان في برضه بكام؟ بدرب برضه 67 67 هو السوق ماشي 67 68 67 68 في البقر اما في الجاموس الجاموس 56 56 57 برضه بالصلاة على النبي. بيع وشراء بالصلاة على النبي. دكارين همك اللهم صل على النبي. ها وادي الدكارين بالصلاة على النبي برضه. ها وادي الفتح من ورا وادي النظام. اللهم صل على النبي. اطلع زمان انت بره كده اطلع زمان خدهم من ايده يا محمد خدهم من ايده.
57,000 انت بقى زيك وزي كرم ايه بكام يا معلم؟ 58,000 ونقص له 2000 جنيه سلام. هو عارف انا بقول ده قرين همك يا جماعه تم البيع فيهم ب 58,000. اللهم صل على النبي. والله اعملهم ايه؟ اللهم صل على النبي. 58,000 ده قرين بالصلاة على النبي همك تم البيع يعني. موازين كام يا معلم؟ موازين كام كده تقريبا؟ انت تبع يا اخي؟ اصل الريف المصري. موازين كام بأمانة الله؟ دول صاحيين يعني؟ اه الموازين تعملهم كام؟ يجوا 850 كيلو. 850 كيلو؟ بالصلاة على النبي. لما البيع بالصلاة على النبي. كلام فيها بالصلاة على النبي ذكرها 17,000 ونص ذكرها بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي كلام فيه ب 17,000 ونص. ومرضيش صاحبه مرضيش يبيعه صلى على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي ذكر ذكر هيك بالصلاة على النبي يا حسين. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وادي الفتح وادي النظام من ورا بالصلاة على النبي. عامل كام ده يا معلم؟ ب 20 ونص. ب 20,000 ونص بأمانة الله. السعر النهائي؟ اه عامل صفر ونص. السعر في ام كام؟ 355 درهم. كم؟ 355. لو هتبيع من الزينه هتبيع بكام؟ اه قلنا بقى 58. اصل الريف المصنع 58. 58 الكيلو ب 56 جنيه. 56 والله ريخ الشلاح بقى عامل زي الطماطم 3 ب 10 والله اللحم رخيص اه تقول عشان خاطر الجدارين يعموا. الصلاة على النبي. اصل الريف المصري. ها؟ اصل الريف المصري. الصلاة على النبي. بالصلاة على النبي برضه معانا لحم. اجلي لحمه بالصلاة على النبي ما رضيتش تسوق. تسوق انها. اللهم صل عليك يا نبي. ربنا يبارك لصاحب النفس. السلام عليكم يا معلم. عامل كام بأمانة الله معاك؟ يعني انا عاوز اعرف سعره لوحده بكام؟ بكام؟ مش لوحده، لو لوحده اقول لك انا سعره. بكام؟ في 41,000. ب 41,000؟ بأمانة الله. محمد رسول الله. بنحاول نقل لكم كل حاجة على الطبيعة بالصلاة على النبي. بيتكلم في 41,000. طبعا السعر غالي. غالي غالي. الكلام فيه الناس بتوصله ب 34,000. هو اعتبر نوبه 500 اضخم عجل بالصلاة على النبي. لحم جاموس السوق بيتكلموا ب 34,000. واحد لا اله الا الله. تمش البيع تم البيت الحلقه بالصلاة على النبي. لا تاكلوا من الجدر لا تجيب لنا حق ودين. ب 55 جنيه النهارده. اه بيتكلموا في 35,000. اللهم صل على النبي. والله
ولم يتم البيع. الصلاة على النبي.